طبعا بكرات في عندي طريقتين مشان أوجد المعادلة. الطريقتين مش صعبات، بس في طريقة صعبة في طريقة مش صعبات، طريقة ما حد راح يحبها وطريقة عن نظر، عن نظر بوجد المعادلة. طبعا لازم أكون عارف الطريقتين، لأنه في بعض الأسئلة بدك تضطر تستعمل واحدة منهم، فلازم أشرحهم. راح أشرح الزنخة أول بعدين أشرح السهلة، لأنه إذا شرحت السهلة أول راح تحكوا خلص شو بدي بالزنخة وطن شو البكرات كاملة. لا، راح اشرح الزنخة اول عشان تعرفوها. طيب هسا الطريقة الزنخة بتقول لي حدد مرجع. انا في عندي كثير اسئلة، المرجع بالعادة مثلا زي هيك اسئلة خلي ايش الحيط، هذا حيط هذا حيط، او خلي البكر هون عادي ما يفرق معي. تمام، مثلا مشان اسئلة اكثر، هذا الحيط هذا الحيط هذا الحيط هذا الحيط هذا مثلا. بقدر اخذ الاوريجن هون وبقدر اخذ هون، بس اذا اخذت هون بدي اخذ مسافات ما فيش حبال اخذها، فالاوريجن هون مرفوض، خذ الاوريجن بجهة الحبال. اول شيء بس كيف تحدد اوريجن، لسه ما بلشناش. هون بقدر اخذ هون وبقدر اخذ هون، بس الافضل خذ هون، اسهل اسهل بالعاده يعني. يعني عادي بتقدر تاخذ هون مرجع وبتقدر هون تاخذ مرجع، انا بفضل دائما اخذ الجزء اليسار. اثنين صح. طيب هون بقدر اخذ المرجع هون وبقدر اخذ المرجع هون، يعني اللي بدي استنتجه خلف البلوكات وبجهة الحبال. طيب هون مش هاي بكرات عمودية مش معطيني اوريجن، خذه دائما فوق هيك على مسافة معينة. طيب هيك كيف تحدد اوريجن؟ هذا اوريجن. اخذ السؤال. طيب هاي اول شيء كيف تحدد الاوريجن، شو فائده الاوريجن؟ هذا سوف اقول لكم شو فائدته. حددنا اوريجن، حكينا الاوريجن اللي هو الحيط، هاي الحيط في حد هاي الحيط. ثاني شيء بقول لك كل شيء بيتحرك، يعني كل بلوكه بتتحرك، بكره بتتحرك او شيء برمز لها برمزة، يعني بتتحرك مسافة، مسافة اكس اي بتتحرك مسافة اكس بي، فهذا مرجع هون، يعني هون الزيرو، وكل ما ببعد المسافة بتكبر. فبحكي لك انه هاي المسافة من هون للبلوك هي اكس اي، والمسافة من هون للبلوك بي انه البي بتتحرك، هاي بسحبها بتتحرك، اف لا تعتبر جسم، بي لا تعتبر جسم. بقول لك ايش هاي؟ هاي اكس بي. طيب انا بدي اطلع معادله الحبل، معادله الحبل يعني انا بدي امسك هذا الحبل، هذا حبل ها ظل ماشي فيه ظل ماشي فيه، بدي اوجد معادله لهذا الحبل مشان تربط لي الاجسام ببعض. طيب زي هيك. طب انا كيف بدي اوجد معادلته؟ اللي هي عباره عن طوله. طب كم طوله؟ هسه في عندي طول يعتبر اطوال الزياده وفي عندي طول مش الزياده. هسه انا بشكل عام طريقتي سهله جدا، بحكي لك تشوف المسافة بين الحبل هذا، هذا بين ايش وايش؟ هذا بين المرجع والبلوك A، معناته بين المرجع والبلوك A يعني اكس اي. اي اول شيء بين المرجع والبلوك A يعني اكس اي. طيب هذا الحبل بين المرجع والبلوك B معناته طوله اكس بي. طيب هذا الحبل مين ومين؟ بين المرجع والبلوك بي يعني اكس بي. طيب معادلة الحبل 2 اكس بي زائد اكس اي. الله يعافيك يا حسام. فهي معادلة الحبل. طب شو بتساوي هاي؟ بتساوي شيء ثابت اللي هو طول الحبل، سميه كي ال اي شيء. طيب هاي اول شيء مثلا هذا السؤال، طبعا راح نحل كل الاسئله كيف تطلع معادلة الحبل بالطريقتين. طيب هاي اول شيء. مثلا سؤال ثاني، هذا سؤال ثاني، احدد اوريجين قلنا كل جسم بتحرك، هاي A بتتحرك فعليها اكس A، وهاي B وهذا C. شو بقول لك؟ سجل ريكورد انا سجل. شو بتحكي؟ الحبل هذا، هذا الحبل بين مين ومين؟ بقول لك بين المرجع و A معناته اكس A طوله. طيب هذا الحبل بين مين ومين؟ طبعا تقول لي هاي المسافه، بقول لك فكك منها، هاي المسافه ايش؟ بينها وبين ايه معناته برضه اكس ايه. طيب
هذا الحبل بين مين ومين؟ بين المرجع وبي، معناته طوله اكس بي. طيب وهذا الحبل برضه من المرجع ل A بقول له زائد اكس بي. طيب وهذا الحبل بين مين ومين؟ بين المرجع و C فبقول له زائد اكس سي. هذا كلياته طول ثابت، اجمعهم لبعض وكذا، هاي معادلة الحبل هذا. طيب بدنا نمشي مثلا لهذا، هذا مرجع وهذا الجسم بتحرك والدي بتتحرك، هذا كولر اخذنا بالستاتيك الكولر بتحرك حركة عمودية، وبي اللي هو بتحرك، فهاي اكس بي وهاي اكس دي، مش سيارة هاي اكس. طيب راح اقول لك هذا الحبل بين مين ومين؟ هذا بين A والمرجع فطوله اكس A. طيب وهذا الحبل مين ومين؟ بين المرجع ودي فاكس دي. طيب وهذا بين مين ومين؟ برضه بين المرجع ودي فاكس دي. وهذا بين مين ومين؟ بي اكس بي يساوي كذا. هاي معادلة الحبل. طيب ما بدناش هذا السؤال، بدنا اسئلة اصعب. هذا السؤال، هذا السؤال هسه طريقة الدكتور راح تفهمها 100%. أول شيء قلنا نحدد من الأوريجن، ثاني شيء بنشوف الحبال، هاي المسافة إكس A وهاي المسافة إكس C وهاي المسافة إكس B. السامة اللي بتتحرك، هذول بتحركوا. طيب هسه نخطو نشوف كم حبل عندنا. احنا كم حبل عندنا؟ بلاحظ هون بداية الحيط، هذا بداية الحيط والحبل بيمشي زي هيك ماشي، ووقف هون، هي هون ربط هون، وقف هون، معناته هذا حبل واحد له معادلة لحاله. بعدين هذا حبل ثاني، هذا حبل له معادلة لحاله. هون عندي معادلتين، معادلتين طبعا رح استفيد منهم اكيد. اما اذا ربط حبيبي يا فادي مساء الورد. طيب عندي حبلين فعندي معادلتين. طيب انا شو بدي اعمل؟ بدي اوجد معادله الحبلين هذول. طيب راح اقول لك هذا الحبل بين مين ومين؟ بقول لك بين الاوريجن واي، معناته طوله اكس اي. طيب وهذا الحبل بين مين ومين؟ هذا الحبل بين الاي والبي، هيو ها بين الاي والبي. مين الابعد، اي ولا البي؟ الاي ابعد، فبقول له اكس اي ناقص اكس بي، اللي هي المسافة هاي. هاي المسافة إيش تتكون؟ إذا هاي كلها A وهاي كلها B، اللي بيناتهم كم؟ XA ناقص XB، يعني البعيد ناقص الصغير، البعيد ناقص القريب. لأن أنا بشوف دائما الحبال بين الجسمين وبطرح بينهم، بين المرجع والجسم تكون XA لحاله مثلا. طيب هذا الحبل الأول، هاي معادلة الحبل الأول، XA ناقص XB. طيب الحبل الثاني، الحبل الثاني بلاحظ انه هذا الجزء بدي لونه بلون ثاني، بين مين ومين؟ بين المرجع وبي، بقول له اكس بي. طيب وهذا الحبل برضه اكس بي. طيب وهذا الحبل بين المرجع سي زائد اكس سي، اوكي. فهم معادلة الحبل الثاني وهي معادلة الحبل الاول، طبعا بيناتهم جمع هذا. هاي معادلة، فكرة في افكار كثيره صراحه نجي فيها والقطعه بنص الحبل وكذا. طيب هذا السؤال بطلع عندي ثلاث حبال، هذا الاول وهذا الثاني وهذا الثالث. طيب بدي اوجد انا معادله الثلاث حبال، شو بعمل؟ قلنا بنحدد المرجع، عرفنا كيف نحدد المرجع. ثاني شيء بالبلوكه اللي بتتحرك والحيط اكس اي، والبلوكه اللي بتتحرك والحيط اكس بي، والبلوكة اللي بتتحرك وهاي اكس سي، والبلوكة اللي بتتحرك وهاي اكس دي. طيب هسه بشوف هذا الحبل بين مين ومين؟ بين المرجع و A، معناته اكس A. طيب هذا الحبل بين مين ومين؟ بين البي والحيط، معناته زائد اكس بي. هاي معادلة الحبل الاول. طب بروح على الحبل الثاني، هذا الحبل بين مين ومين؟ بين بي وسي. طب مين الأبعاد؟ C، فراح أقول لك XC ناقص XB. وهذا الحبل بين مين ومين؟ برضه بين D و C، مين الأبعاد؟ C، فراح أقول لك زائد
XC ناقص XD. هاي معادلة الحبل الثاني، يعني بشوف الحبل بين مين ومين واصل وبطرح بيناتهم. طيب هذا الحبل الثالث بين مين ومين؟ بين البي، بين البي والحيط في XB. طيب وهذا الحيط، هذا الحبل بين مين ومين؟ بين D والأرجن XD، وهذا نفس الاشي زائد XD. هذا شو كلياته بساوي؟ فثلاث حبال عندي، ثلاث معادلات بستغلهم بالحل لما نشوف كيف بدنا نحل. هاي هيك كيف تطلع معادلة البكرات. طيب عندي كمان أسئلة صعبة. هذا السؤال قلنا الأرجن بنحدده هون لأنه هون مش منطقي. المسافة بين الجسم اللي بتحرك والحيط XA، المسافة بين الجسم اللي بتحرك وهذا XB. طيب شو بعمل أنا؟ هذا الحبل بين مين ومين؟ بين الأوريجن والA، معناته XA. طيب وهذا بين مين ومين؟ برضو نفس الإشي زائد XA. طيب وهذا الحبل بين مين ومين؟ بين الB والحيط زائد XB. طيب وهذا الحبل بين مين ومين؟ هذا بين الB والA، معناته ومين الأبعد عن الحيط؟ الB، معناته زائد XB ناقص XA. وهذول بين قوسين، هذا بيساوي K. هاي معادلة حبل أفقي. سألوني عن الحبل الأفقي، هاي كيف تطلع معادلته. هذا حبل أفقي، هذا أوريجن، وهاي هذا الجسم بتحرك، هاي XB، وهذا جسم بتحرك هذا XA. طيب طلع عندي أجسام ثانية؟ لا، عندي حيط، عندي حيط. طيب هسه بقول لك شو هذا الحيط، شو فايدته. هذا الحبل بين مين ومين؟ بين البي والحيط، معناته XB. طيب وهذا الحبل، هذا الحبل بين الـ A والبي، بين البي والA الأبعد، فمعناته زائد XB ناقص XA، البعيد ناقص الصغير. طيب وهذا الحبل، هذا الحبل بين جزء ثابت والحيط، يعني طوله ثابت. شو بدي أسمي هذا الطول الثابت اللي هو الحيط للحيط؟ مو حيط وحيط يعني بتحركوش، حيطان. فايش المسافة بينهم؟ مسافة ثابتة، نسميها دي، دي سمول. في المسافة بين الحيطان مسافة ثابتة، فهاي المسافة هذا الحبل بين الحيط والA، ومين الأبعد؟ الحيط، معناته الحيط مسافته دي والA XA. يبقى هذا نفس الإشي، خلاص زي كأني ضربت باثنين. هات كلياته بيساوي K. طبعا الدي كونها ثابتة بوديها مع الK اللي هون بعد ما أفصل. فإنه أنا بشوف، يعني هذا سؤال كثير مهم وأجاني على الفيرست زيكو تقريبا بس بجد 13. فإيش حكالي؟ أنا شو اللي استنتجته؟ بين الحيط والحيط مسافة اسمها دي، وبين الحيط والبلوك دي ناقص A. طيب سؤال ثاني، قلنا بنفرض مثلا هون وهاي A جسم بتحرك وهذا جسم بتحرك، هذا البلوك الحزيني هاي بتحرك. طيب هذا الحبل بين مين ومين؟ بين السي والA، فبقول له XC ناقص XA. طيب والحبل هذا برضه بين السي والA، يعني بضرب باثنين. طيب وهذا الحبل برضه بين السي والA، يعني بضرب ثلاث. طيب وهذا الحبل بين السي والبي، هذا الحبل كان دكتور يسمي لنا اياه مثلا L1 ويحذف اي مثلا فتك. انا قلت لك الغي، قلت لك الغي هنا وحل زي هيك، وهو اخر شيء بتطيره مع الكي. خلاص انت نفس المنطق. اذا انت فهمت الفكره خلاص، مش راح يقول لك شو ال1 والكذا، يعني انا نجربه. هسه بين السي والبي هذا صح، فايش بقول؟ اكس سي ناقص اكس بي. طيب وهذا بين مين ومين؟ بين حيط، فهذا الحيط والحيط بناتها المسافه اسمها دي، فهذا بين الحيط والبي راح اقول له بي ناقص بي. فهي هي معادله الحبل. هاي البكرات الأفقية، فهمت اللي سألني عنهم؟ فهمت ولا لا؟ هذا مثلا السؤال، هذا كنت عارف أوجد معادلته، ما أقول مرجش عارف معادلته كم مرة. خلنا نجرب. هاي المسافة A، وهاي المسافة B،
وهاي المسافة الأخيرة كلياتها سين. طيب هذا واصل بين مين ومين؟ بين الـ A والـ B. هقول له XB ناقص XA. طيب وهذا واصل بين مين ومين؟ بين الـ C والـ A. راح أقول له C ناقص XA. طيب وهذا واصل بين مين ومين؟ بين الـ C والـ B. راح أقول له XC ناقص XB. وهذا برضو بين الـ C والـ B. راح أقول له بضربه باثنين يساوي زيرو. طيب C طالع من ثلاث أحباب الطريقة الثانية 100%. A طالع منها حبلين 100%. وB هذا النوع واحد 100%. الحال 100% صح. هاي ما في تحبل. طيب والسؤال هذا صعب، سؤال بكرات بالنسبة للحل مش بالنسبة للمعادلة. أجل الفصل الأول عندي كم حبل؟ حبل حبلين. المعادلة نوجد معادلة ولا خلاص نبلش نفهم يعني نشرح شيء ثاني؟ يعني نتوقع انفهمت انفهمت الطريقة هاي، يعني طريقة الدكتور، لأنه هسه لما بدنا نقطع عندي الحبل بدنا نحتاجها. طيب خلص، مع انه هاي السؤال عادي بنحل، راح يكون 2xa زائد 2xb زائد xc، وراح يكون الحبل الثاني 2xd ناقص b ناقص a، يعني معادلته واضحه، بس انه الفكره شو اسمه؟ انه خلص ما فيش داعي. طيب هاي شيء. الشيء الثاني لو طلب مني عند نقطه بالحبل، لما يطلب مني عند نقطه بالحبل مثلا هاي النقطه دي، انا ايش بعمل؟ اقطع عندها، اعمل كت. هاي النقطة دي باخذ جزء الحبل اللي فوقه او اللي تحته، جزء الحبل مش الشكل، الحبل بس. فهي اكس دي بقدر اخذ البلوكة بي مربوطة ببكرة زي هيك، بقدر اخذ هاي دي. هاي بي ها هاي دي وهاي الحاد، بقدر اخذ زي هيك او اخذ هاي بلوكة تي امشي زي هيك، هذا الحيط، هاي بكرة كيف جاية، هاي بكرة خليها منطقية الرسمة أكثر وزي هيك، هيك الرسمة مثلا. فهسا يا باخذ الجزء هذا يا باخذ الجزء اللي فوق، يعني انا بعمل قط وباخذ الجزء اللي فوق او الجزء اللي تحت. طيب بدي امسح الرسمه هاي الطلبيه وخلاص. شو بعمل انا؟ اول شيء بعتبرها كانها جسم بتحرك، يعني هاي المسافه بتصير اكس دي، وهاي المسافه اكس سي، وهاي المسافه اكس بي. طيب يلا معايا، بدي اخذ الجزء اللي تحت بس، يعني بدي اخذ هذا الحبل، هذا الحبل، الحبل الطويل هذا شو طوله؟ بين مين ومين؟ بين المرجع و بي، فبكون اكس بي. طيب الحبل هذا بين مين ومين؟ بين البي والدي، معناه مين الابعد؟ البي، فاكس بي ناقص اكس دي. هاي معادلة حبل مقطوع، اكس بي ناقص اكس دي. كيف عرفت؟ قطعت واخذت الجزء اللي تحت، هذا طوله اكس بي وهذا طوله بين دي والبي والابعد البي، فبي ناقص سي. طب بدي اخذ الجزء الثاني، اذا كاني بدي اخذ هسه بي بطلت تفيدني. طب بدي اخذ الجزء هذا راح اسمي اكس سي، راح اسمي اكس دي. شو بعمل انا؟ طول هذا كم؟ اكس سي. طيب وهذا كم طوله؟ بين الأوريجن والهاي والدي، فبكون زائد اكس دي يساوي كي. طيب تقول لي هاي مش نفس هاي، راح اقول لك لا نفسها، لانه في عندي معادلة الحبل الأصلية بتربط بين البي والسي بين البي والسي، لما اعمل معادلات بمجهيل تطلع هاي نفسها. تمام، هاي معادلة حبل مقطوع. ها بدنا نيجي على سؤال افقي فيها حبل مقطوع. هذا سهل، لا مثلا هذا في ناس تخرب تشتكي شوي. طيب في عندي قلنا هاي اوريجين مثلا،
فقلنا هاي A وهاي C وهاي B. وإيش مثلا؟ بتقطع عند النقطة D، بقطع عند النقطة B، بأخذ هذا الجزء لحاله أو بأخذ الجزء اللي تحت لحاله. لو بدي أخذ الجزء اللي فوق راح أقول لك هذا الحبل بين مين ومين؟ بين C وال A، راح أقول لك XC ناقص XA. طيب وهذا الحبل بين مين ومين؟ بين C وال D، راح أقول لك زائد XC ناقص XD. لو بدي أخذ الجزء الثاني راح يصير أطول شوي الحبل، راح أقول لك هذا الحبل، راح أقول لك هاي المسافة بين الدي والA، فراح أقول لك XD ناقص XA. راح أقول لك هاي المسافة بين السي والA، بقول لك XC ناقص A. وهاي المسافة بين السي والB، بقول لك XC ناقص B. وهاي المسافة D ناقص B، والD بتروح ثابت. فأتوقع معادلة الحبل المقطوع وضحت وكل شيء وضح. طيب أنا كل هذا الطريقة الأولى لسه، يعني قديش إنه قلنا أكثر من ثلاث ساعة على الطريقة الأولى. إحنا هدفنا نطلع معادلة الحبل، طريقة الحل مش صعبة، طريقة حل البكرات مش صعبة. هسه بتشوفوا كيف راح نحل كثير بروبلم. طبعا فهمنا البكرات تقريبا المادة انتهت، يعني شابتر 12 13 وامتحان الفاينل لازم يجي بكرات، يعني المادة كاملة فيرست سكند فاينل في بكرات. فأنت تضمن 12 بالروحة، تضمن 36 علامة من البكرات. لو انه فصل عادي كوزات ومد بنعرف ايش كيف الوضع، بس الطلاب لانه المراجعه بتتسجل للطلاب الفصول الجاي. فهيك عرفنا كيف نطلع معادله الحبل. طبعا الطريقه الثانيه راح اشرح لكم اياها لما نبلش بشابتر 12، هسه خلينا بهي الطريقه لشابتر 11 لانه بنعرف، لانه اغلبنا لسه مثلا بعرف ايش الفري بدي دايجرام. طيب هسه احنا عندنا شيء اسمه motion of several particles. motion of several particles يعني أجسام بتحركوا مثلا مع بعض، يعني مثلا هاي بكرة هذا جسم وهذا جسم. لو أنا هذا سحبته لتحت هذا بيطلع لفوق، ولو هذا سحبته لتحت هذا بيطلع لفوق. هذا إذا تحرك هذا بتحرك، ففي عندهم حركة نسبية لبعض، هذا إذا تحرك هذا تحرك. فأنا لو شفت شيء اسمه غير اللون بحب النهدي relative velocity. velocity هذا الدرس مهم جدا، مهم 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 كثير. relative velocity بيقول لي اذا شفت عندي مثلا a relative، طبعا مادة الفاينل في relative velocity relative acceleration 18 علامة عليهم، فشيء مهم ينفهم هذا الشيء. A relative لB، فبقول له طبعا بشتغل velocity مثلا، فبقول له V A شاخطة لB تساوي VA ناقص VB. فهذا القانون بقول لي A relative لB يعني الA ناقص B، يعني الأول ناقص الثاني، دائما الأول ناقص الثاني. هذا إيش relative velocity. طب acceleration بقول له A ناقص AB، position XA ناقص XB. طيب هذا ايش عرفناه. شو في كمان عندي اشياء؟ relative velocity اذا بتلاحظوا هذا الاشي طرح عادي جبري، يعني شوي نغير اللون، هذا طرح. طيب هذا طرح، اذا طرح عادي شو الاشياء اللي بنطبق عليها الطرح عادي؟ اذا عندي جسم بتحرك لليمين، جسم بتحرك لليمين مثلا، جسم بتحرك لليمين، جسم بتحرك لليسار، جسم بتحرك لفوق، جسم بتحرك لتحت، جسم بتحرك لفوق، جسم بتحرك لفوق. هاي هذول بطرحهم طريح عادي، ولكن لو عندي جسم بتحرك لليمين وجسم بتحرك لفوق لتحت، حكى لي وجد لي الريلاتيف فيلوسيتي بينهم، تقلب فيكتور، هذا بس لاخو جي سالب وهذا بس لاخو اي موجب. تمام. طبعا اي شيء في اي وجي اللي اخذه عند ستاتيك مباشرة بسلخ جذر تربيعي، مباشرة بسلخ تان انفرس. ليش بالأيام الفيرس نبهتكم عليها، أي شيء في اي وجي في جذر في تان انفرس. تمام. هذا الريلاتيف فيلوسيتي. بالريلاتيف اكسلريشن نفس الفكرة، إذا محاور متغيرات هاي في ميلان عندي بسلخ كوساين وساين، ما هاي الشلة. هذا الشيء بفيدني.
لقدام مش هس ثايكين موشن انسيبرال بارتيكل. طيب نرجع للبكرات. طيب طريقة حل أي مشاهلة للسؤال طبعا طيب في عندي مثلا بدي احل مثلا سؤال على ريلاتيف فيلوسيتي. ببساطه اي سؤال بشوفه في ريلاتيف فيلوسيتي يعني راح يكون في عندي جسمين حل كل شيء يعني هاي جسمين الجسم الاول الجسم الثاني. طيب الجسم الاول والجسم الثاني اكتب معطيات شلون اكتبها معطيات الاول معطيات طيب مطالب الاول مطالب الثاني شو بعمل انا اي سؤال بشوف relative velocity بكتب معطيات الاول وبكتب معطيات الثاني لحال بقسمهم زي هيك بروح على مطالب الاول بوجد مطالب الاول بعدين موجد مطالب الثاني بعدين طلب مني relative velocity الاول للثاني ايش بعمل انا مطلب بكون مطلب الاول velocity لاي مثلا velocity 1 وهذا velocity 2 شو بعمل velocity 1 بالنسبه ل 2 كله v1 ناقص v2 هاي بكل بساطه بس بشتغل كل جسم لحال وبعدين بعملهم ريت فلوس بطرح الجواب النهائي فقط. مثال سؤال المصعد والكرة نقول لي كرة ومصعد انسلخوا مع بعض وصار فين ريت فلوسيتي وابصر ايش ومن الحكي حكى لي البول فيرتيكالي ابورد فرام 12 متر واي انيشال 12 انيشال فلوسيتي في نوت 18 وبما انه لفوق معناته الجي سالب 9.81 طيب بنفس اللحظه هذا الجسم الاول هاي معطيات الجسم الاول معطيات الجسم الثاني قال لي الواي انيشال يساوي 5 كونستنت فيلوسيتي يعني في فاينل او في انيشال ويساوي اللي اعطاني اياه 2 معناته اي 0 شوفوا محل الكونستنت فيلوسيتي شو بتسوي قال لي اوجد وين طبعا تساوي 2 لأوجد وين اند وير يعني وين ومتى تخبط الكره المصعد شو بعمل انا بطلع الواي فاينل هون وبطلع الواي فاينل هون حسب المعطيات اللي معي بدهم متى راح يخبطوا ببعض يعني متى بتساووا شو بعمل تساويهم ببعض الفرع الثاني طلب من الريليتيف فيلوسيتي لما خبطوا ببعض بوجد سرعه الفي فاينل هون والفي فاينل هون هي معي 2 شو بعمل بطرحهم من بعض هاي فكرة السؤال هيا هاي الكرة في بي تساوي انيشال زائد اي تي الفي بي الفي انيشال قلنا 18 والجاذبية 7.81 تي الواي فاينل تساوي في نوت زائد في نوت تي زائد نص اي تي تربيع 12 الواي انيشال قلنا والفي نوت 18 وهاي سالب 9.81 على 2 طيب بالنسبة للمصعد قال لي الكونستانت 2 والواي انيشال بتكون على هاي المعادلة طبعا زائد نص اي تي تربيع والاي زيرو فبتصفي زي هيك فمتى بيساووا بعض؟ بسويهم بعض بيطلع معي زمنين زمن سالب زمن موجب فباخذ الموجب بعدين متى خبطوا ببعض؟ الزمن اللي طلعته بعوضه باي معادله فيهم بيطلع معي 12.3 طيب بدي الريلاتيف فيلوسيتي بطرحهم من بعض وخليها دلاله معادله عادي بقدر احل الجواب النهائي عادي ايوه هاي الواي فاينل للبول وهاي الواي انيش وهاي الواي فاينل للمصعد شو حكى لي انه كونستنت وطرحهم من بعض وهي الريلاتيف فيلوسيتي معنى النيجاتيف انه الريلاتيف فيلوسيتي لا تحد انه عكس حركتي طيب البكرات كيف نحلها؟ طب نضل 10 دقائق بال 10 دقائق راح نحل وبنفس المره الاولى دقيقتين وبنرجع نكمل اول خطوه معادله الحبل اكس اي خلص صرنا انا عارفنا كيف
زائد 2 اكس دي زائد اكس بي تساوي كي. شو بنعمل احنا بهاي المعادلة؟ شو بنعمل فيها؟ بكل بساطة بطلع مشتقاتها. أول شيء الإزاحة، دلتا إكس إيه زائد 2 دلتا إكس دي زائد دلتا إكس بي تساوي زيرو. ليش؟ لأنه أنا طوله ثابت، الإنيشال طول النهائي ناقص طول الابتدائي كم؟ زيرو. طيب اشتقاق المسافة شو بيعطيني؟ السرعة، معناته السرعة في إنيشال زائد 2 دي دي زائد في بي بتساوي برضه زيرو لأنه اشتقاق الثابت يساوي زيرو. طيب A الاشتقاق السرعة تسارع زائد 2 A D زائد A B يساوي زيرو. طيب هاي أول إشي بنعمله لما نشوف أي سؤال بكرات. شو بنعمل؟ نكتب هذول الأربعة. طيب الحل هسا كيف نحل؟ هسا نقرأ السؤال. خلاص كله قبل ما نقرأ السؤال أطلع على الإمكان. وانت راح تكتب الفاينل وراح تكتب هذا الشيء. انا بقول لكم مشان الفاينل مش مشان كوز لاحد، كوز لاحد ابصر شو مبدأه. قال لي بنقرا السؤال، قال لي A و B بتحركوا، وقال لي C fixed بكرة و E fixed بكرة، يعني ما لهم X E و X T. قال لي السرعة، قال لي انه D bolt down، يعني D انا راح ادفعش 3 حت with constant velocity تساوي 75 ملم لكل سكند. constant velocity AD تساوي 0 بروح على معادلة I تساوي 0. ريحت حالي من هم كبير. AD تساوي 0 ليش؟ لأنه constant velocity و VD initial تساوي VD final وتساوي 75. لأتي تساوي 0 color A stand start moving downward from position key. هاي كي with constant acceleration. constant acceleration يعني معادلات حركة. with no initial velocity يعني V no A تساوي زيرو. قلنا أي أشياء أي أجسام متعددة بمسك معطيات كل جسم، بس لأنه هون بالشاشة مش واضح مش كافي لهاي، فبأخذ D لحال، كل شيء بخص D لحال وكل شيء بخص A لحال، بعدين بحل المطالب. قال لي اذا سرعه A لما مشت عند L يعني مشت دلتا اكس A مشت ازاحه دلتا اكس A 200 كانت VA يعني VA final ما تبيش الزمن VA final كم؟ 300. قال لي اوجد التانج ان اليفيشن يعني الدلتا يعني المعادله هاي بستعمل and the velocity and the acceleration of block B when polar A passes through L يعني لما L بأخذ دلتا إكس A بأخذ V A final. طيب كيف بدي أحل السؤال؟ بكل بساطة معطيني V هسا عندي initial و final، بدي أنتبه المعادلات مثلا هاي بدي أشتغل على initial بأخذ معادلة البكرة بعتبرها كلها initial، بدي V final بعتبر كل معادلة البكرة final. طيب أنا أعطاني الـ V final 300 لـ A، أكتب هون 300. طيب D أعطاني إنها constant velocity يعني الـ V final بتساوي V initial تساوي 75، D 75 مضروبة بـ 2 150 زائد VB تساوي 0، فبتطلع معي VB final تساوي 300 و 150 450، نقلتهم من الجهة الثانية صاروا سالب 450. طيب شو يعني سالب؟ أنا بكل بساطة لما عوضت الـ VA 300 وعوضت الـ VD 150 أنا عوضتهم هم نازلين لتحت، يعني أنا فرضت تحت موجب وأنا جوابي طلع سالب، معناته VB final بتساوي 450 لفوق. ليش؟ لأني أنا فرضت تحت موجب، حر أنا بفرض اللي بدي إياه. تمام؟ VB final بتساوي سالب 450 يعني 450 لفوق. أول هذا إيش؟ هاي طلعت الـ velocity. طيب بده change in elevation وبده acceleration. طيب بنروح على معادلة acceleration. AB بده إياها و AA مش معطى. A مش معطى. أنا بروح على A. هاي معطيات A. معي V initial 0 ودلتا XA و V final. في معادلة من معادلات الحركة اللي ما فيهاش زمن بتقول لي V final تربيع
في فاينل تربيع تساوي في انيشال تربيع زائد 2 اي اكس دلتا اكس يعني. طيب في انيشال 0 الفي فاينل تربيع اعطاني اياها 300 تربيع والاكس اعطاني اياها 200. طيب طول مجهيل لا هاي الاي فبيطلع معي اي اي 225 موجب يعني لتحت لاني انا فرضت لتحت موجب. طيب اي اي طلعتها الاي بي خلاص اي اي زائد 0 زائد اي بي يساوي 0 حافظا 225 بيطلع معي اي بي سالب 225 سالب 225 يعني تسارع على بي لفوق. فهيك انا ايش عملت طلعت الاي بي وهي طلعت الاكسلريشن لبي. طيب ضل عندي تشنج ان اليفيشن بقدر احله باكثر من طريقه بقدر اني اوجد زمن نزول اي لهون بعدين اطبق انه معطيني الاكس دي اطلعها من معطيات دي والاكس انا معي اياها 200 بقدر اطلع دلتا اكس بي. طبعا كيف بدي اطلع دلتا اكس دي ما نطلع هاس بنشوف. طبعا راح امتح هذا الحكي خلص المعطيات راح نشوف كيف طلع حلقتين. طبعا انا كني بحله بطريقتين هذا السؤال طريقتين او ثلاث مش فاكر بالضبط. شو عمل هو؟ يعطيني الفي فاينل معطيني اياها والفي انيشال صفرتها والاي طلعتها قبل شوي بطلع انا التي طلعت الزمن اللي بده ينزل فيه من كي ل ال. دي التسارع زيرو معي في انيش معي الاكس دي الاكس تي ناقص الاكس تي واكس تي نوت لو نقولها من طرف ثاني بيكونوا دلتا اكس تي واللي هي انا بدي اياها. في دي في دي معي 75 والتي هو نفسه 1.3 الزمن اللي بينزل هذا يعني كله بيعتمد على بعضه كله على نفس كله على نفس الحبل ف 1.3 بطلع ازاحه دي 100 ومعي ازاحه اي بقدر اطلع ازاحه بي. بقدر احله بطريقه ثانيه انه اطرح بطريقه ثانيه بس خطر على بالي لسه انه اطلع اكس اكس تي بعد اكس بي تساوي كي. حليتها بالمراجعه قبل سنه شاكر شلون قلت يومها 300 XD طلع XD من هون بدون زمن بطريقة ثانية خلاص انتوا اعتبروني ما حكيت شيء ناسي شو استعملت بس استعملت بدون زمن. وهيك بكون خلص السؤال راح نشرح معادلات بكرات راح افصل وارجع بعد دقيقتين خذوا بريك يعطيكم العافية. حتى بتسألوني بس نخلص هاي لأنه ما ضلش غير دقيقة حتى برجع.